القضيه ديال التسهيلات ديال الاستثمار. التسهيلات ديال الاستثمار، انا الى سمحتوا نتكلم على جوج ولا ثلاثه الحوايج. اولا في التسهيلات غادي نمشيو واحد بعدا واحد جوج المبادئ. شي واحد اللي غادي يدير واحد الاستثمار وحط لا دوموند ديالو واحد لاطوريزاسيون، واحد التصريح باش ياخذو، الا كان السيلونس يعني السكوت كاينش الجواب، سافو اوتوريزاسيون ا لافونير، غادي نتفقوا على واحد لو ديلي ان شاء الله اللي غادي نخرجوا. النقطه الثانيه الاداره بلي غادي تحط عندها واحد الدوسي ديالك ديال الاستثمار، الا كانت هذه المعلومه اولا هذه الشهاده اللي كتطلب يمكن تعطيها من اداره اخرى، انت كمستثمر الخدمه ديالك ماشي تدور على الادارات باش تجمع لي دوموند باش تمشي تحطهم عند واحد السيد باش يشوف واش ناقصين ولا لا. الاداره ملزمه باش تاخذهم بيناتهم ويديروا بيناتهم لانفورماسيون ريكوبي ويعملوا. هادو جوج حوايج اللي هادو جوج حوايج غادي يسهلوا المأمورية. ثالثا تكلمنا بزاف مجال الديكري اللي خرجنا فيه دي ريجيون اللي هما نوتر، فيه لا ريجيون ا ولا ريجيون بي على حسب يعني الضعف ولا الامكانيات اللي كاينين في المناطق. كنهضرش على ريجيون، كنهضر على لي بروفانس. بروفانس دونك كاين بعض المناطق انه مثلا استثمار في زاكورا ولا بولمان. انا اعطيك حتى الاغلبيه راه عندها في زاكورا. انتو لا زاكورا وبولمان كاينه عند الاغلبيه، وقيل انتوما اللي ما عندكمش. وخليني الحمد لله قلتي كتوجدوا. دونك باش نرجع لوكا ديال سميتو، دابا في الا كانت في واحد المنطقه اللي هي نائيه وهذا وخصها هذاك الاستثمار، لا سوبونسيون يمكن توصل ل 30% من المشروع، لا سوبونسيون جلوبال. لو فيت انك اختارتي تمشي لزاكورا عندك 15% النص ديال هذيك لا سوبونسيون اوتوماتيكمون، 15% كتمشي ديريكتومون لهذيك المشروع. اذا واحد السيد اللي غادي يستثمر 100 مليون ديال الدرهم عنده 15 مليون ديال الدرهم توت سويت اعانه ديال الدوله لانه اختار هذيك المنطقه. هذا تحول كبير للتوازن المجالي ديال بلادنا ان شاء الله اللي غادي يشتغلوا فيه. وشكرا لكم.